فيسبوك السناب شات فيسبوك والإنستغرام أكثر مواقع هم بستعملهم. كل شيء سياسي إعلامي أي شيء أخبار هيك يعني أي شيء في الدنيا دائما بس بستخدمش إلا الفيس يعني كل شيء بستفيد منه صراحة يعني هو أغلب الوقت بكون وقتي على التليفون بشكل عام ما فيش أي موقع من مواقع التواصل إنه بشكل عام إني أضل عليه بس أكثر شيء ممكن سناب شات من إيجابياته إنه صحبات وممكن إنه تحذف الستوري بعد 24 ساعة فهذا إشي كثير منيح منهم كثير تأثيرات مثلا من ناحية دراسية ممكن يلهو الطالب مثلا ممكن يفيده في الأخبار في جمع المعلومات في دراسات مثلا معينة في كثير طلاب مثلا بيعملوا أبحاث عن السوشيال ميديا والنتوركس كيف بتأثر على الطلاب كيف مثلا بيستخدموها من وقت لأشياء معينة الفيسبوك يعني بحس تأثيره إيجابي وسلبي على الجهتين بالنسبة للسلبي بحس أنه بضيع وقتي عليه بزيادة وبلتي عن الأشياء المهمة يعني اللي لازم أسويها في حياتي الإيجابي منه يعني بتواصل مع يعني صديقاتي وأشياء يعني ومعلومات بتزود معلومات وهيك بس يعني سناب شات بكمية قليلة نوعا ما بس الانستغرام هو أكتر إشي الناس تتفاعل عليه بتحط منشوراتها ستورياتها أو الأخبار اللي عليه انستغرام أكتر إشي يعني طول اليوم لو مش ورا بعض بس فترات يعني ماسنجر واتساب أغلب الوقت على التلفون على المسنجر خصوص الأمور الداخلية مثلاً للبلد رام الله البيرة فلسطين كشكل عام في الضفة بإمكاننا نحكي اللي هو الفيسبوك أكثر من الإنستغرام أما كحياة شخصية مثلاً الإنستغرام هو أكثر من الفيسبوك